السلام عليكم. هذه حصه فيرتوال ديال التنويم المغناطيسي، درتها لاني عارف بلي الناس كاملين هاد الساعه مستريسين وكيجوني بزاف لي ميساج، راه تيجيونا لي كريز دو بانيك، شنو غنديروا؟ تيعيطونا بور لي كونسلطاسيون في التليفون بور لي كريز دو بانيك. اللي عنده شي انكسيتي شي حاجه تزادت عليها الحال في هاد الساعه. الوغ جي ديسيدي دو فير سيت فيديو، هكذا كلشي يل بو بروفيتي دو هاد العلم اللي هو ليبنوز. ليبنوز اللي تقدر تعاون الناس انهم يتكالموا وانهم يتجاوزوا كاع المشكل ديالهم. جو فير ان بوتي سا فا با اتر اون ثيرابي، ولاني واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق ديال ليبنوز بور سو ديتوندر بور لا ريلاكساسيون، باش نرتاحوا باش نتكالموا. ابري هادشي اللي جربتيه اليوم تقدروا تعاودوا تجربوه مع راسك ملي تكون بوحدك، باش عندك تتعلم لوطو ايبنوز، عندك تدير التنويم المغناطيسي مع راسك. الوغ جو في فو دوموندي انكم تمشيو لواحد البلاصه فين تكونوا بوحدكم، ما يكون حتى شي واحد معكم، تشدوا على راسكم في واحد البلاصه بوحدكم باش انكم غتخلقوا داك لو ميليو ديال لا ديتونت. داكور. الوغ احسن حاجه هي انكم الا كان عندكم دي زيكوتور ولا بلوتو ميم ان كاسك، سا سرا سوبر، غادي تعيشوا ان اكسبيريونس بوكو بلوز اغريابل، غادي ترتاحوا اكثر واكثر اكثر بزاف من اللي درتيوها غير بالتليفون. داكور سوبر. الوغ جو في جوست فو ليسي داك لو مومون انكم تمشيو تجلسوا بوحدكم، تاخذوا اون بوزيسيون، خذوا فريمون ديرها مزيان، ديرها بالمعقول باش انك تحس براسك عشتي ليكسبيريونس، تكون عشتي اون اكسبيريونس ريال ديبنوز هكذا سور لو ويب سي بوسيبل. نبغي غير تمشي تاخذ بلاصه ديالك وتسكالا، تو بو جوست فير بوز لا فيديو على ما انك تجلس في داك البلاصه ديالك، احنا غنكملوا لا فيديو. سوبر. الوغ نفترض دابا انك لقيتي البلاصه ديالك ودير لي زيكوتور ودير لو كاسك، الا كنتي مازال ما لقيتيهم دير بوز لا فيديو حتى تلقاهم وعاد كمل لا فيديو. داكور سوبر. الوغ دابا غادي نقدروا نبداو الحصه ديال التنويم المغناطيسي. سوبر. الوغ غادي نبريك، تجلس وتبدا كتصنت الصوت ديالي، وبحال غادي تاخذ واحد القرار ديال انك غادي تمشي في هاد ليكسبيريونس وتعيشها حتى للتالي، باش انك تكتشف شنو يقدر يوقع في الدواخل ديالك ونتايا غير كتسمع ليك الصوت ديالي دابا. ونبغيك اول حاجه ديرها هي انك تقبض ان بوين كلكو باغ، يا اما في التليفون او لا غير في البيت ديالك، تقبض ان بوين وتبقى كتشوف فيه، لانك انت كتشوف داك لو بوين ما تعودش بتاتا تحرك منه عينيك. تري تري بيان. ودابا باللسان ديالك بحال غادي تحطو في السقف ديال فمك، غتحط فيه اللسان ديالك وحتى هو ما تعودش تحركو من داك البلاصه، بحال الا كنقولو للعقل ديالك دابا الى لو مومون دو سيلونس، دابا جا الوقت ديال السكات، وتخلي لسانك في داك البلاصه وعينيك في داك البلاصه، وترجع مكونسونطري مع داك لو بوين اللي تشوفو، اي توت اون ايتون كونسونطري وانتيا مكونسونطري على داك لو بوين، انا بغيك تبدا كتلاحظ كيفاش التنفس ديالك كيدير، كيفاش وانتيا كتطلع الهواء، كتطلع النفس، الكرش ديالك كتقدر تخرج ولا الصدر ديالك يقدر يتنفخ وانت كتخرج الهواء عاوتاني، كلشي كيتفش. تري تري بيان. سي اون اوكازيون هادي باش انك تعرف على راسك، كيفاش كتنفس، كيفاش كترتاح، لانني غنبغيك دابا وانت تسمع لي الصوت ديالي انك تاخذ القرار ديال انك ترتاح. خذ القرار ديال انك ترتاح. تري تري بيان. ودابا نبغيك تلاحظ الاحساس اللي عندك في يديك، لاحظ الاحساس اللي عندك في يديك اليمنيه، واش هو الاحساس اللي عندك في يديك اليسريه، كيفاش يديك اليمنيه واليسريه محطوطين، واش كاين شي اختلاف بين كل وحده فيهم كيفاش محطوطه. تري تري بيان. وغادي نبغيك نتايا هكذا جالس ومرتاح كتسمع لي الصوت ديالي وكتنفس غيب شويه عليك، انك غير تشد عينيك الا كنتي مازال ما شديتيهم، صافي جوست فيرمي لي زيو. دابا غادي نبغيك تمشي لواحد البلاصه زوينه، كاين اللي كيعجبو يمشي لابلاج، كاين اللي كيعجبو يمشي للجبل، كاين اللي كيمشي اللي كيعجبو يمشي للبلاد العربيه، كاين اللي كيعجبو كاع يجلس غير في البيت ديالو. المهم هو انك تكون في داك البلاصه اللي كتخليك تحس بالراحه. تري تري بيان، داك الشعور بالراحه اللي زوين.
ونبغيك انت جالس في داك البلاصه تشوف داكشي كامل اللي يمكن لك تشوفه، داك المناظر اللي زوينه، شوف داك المناظر والالوان ديالها، داك الالوان اللي كتقدر تشوفهم، شنو هو الاحساس اللي كيجيك وانت كتشوف هاد الالوان وهاد المناظر اللي زوينه، تشوف داكشي كامل اللي يمكن لك تشوفه بحال الا جالس بالضبط تما. تري تري بيان، ويمكن تكون جالس ولا كتمشى، انا بغيك غير تحس براسك بحال الا كدير داكشي اللي كديرو انت في داك البلاصه اللي عزيزه عليك، باش انك تزيد ترتاح. انا مقبال وانت كتسمع لي الصوت ديالي وغتكتشف بلي ساهل انك ترتاح، بلي راحة شي حاجه اللي طبيعيه، بلي من شحال هادي وانت كتعرف ترتاح، ودابا وانت مرتاح لاحظت كيفاش هدا تجيك ساهل انك تفكر في كورونا وانك غادي تبقى مرتاح واخا كاينه كورونا، وغتبقى معاجبك الحال لانك وانت في هاد البلاصه هادي بحال الا بعيد على المشاكل كاملين، بعيد عليهم، بعيد كتر وكتر. تري تري بيان، كمل في هاد الحاله ديال الراحه، الراحه اللي زوينه لانك وانت في داك البلاصه تقدر كاع تسمع داك الاصوات اللي كتسمعهم تما، اصوات اللي عندهم علاقه بالراحه. وعود خذ القرار اونكور اون فوا دوزيام فوا باش انك ترتاح اكثر واكثر. ودابا غادي نحسب من واحد لخمسة، ونبغي كل رقم قلته يخليك تحس بنشوج نوبات الراحه اكثر. ومع الواحد كتبدا كترتاح اكثر واكثر. سهل انك ترتاح، كاينه ولا ما كايناش؟ مع الجوج دخل الاعماق ديالك كثر واكثر، ارتاح اكثر واكثر. ومع الثلاثه دو فوا بلو بروفون، عاوتاني جوج نوبات اكثر. تري تري بيان. ومع الاربعه زيد ارتاح اكثر واكثر، لان مع الخمسه توصل لذاك الحاله ديال الراحه اللي كبيره كومبليتوم مرتاح. ودابا غنبغيك تعقل مزيان على هاد البلاصه، لان النوبه الجايه ملي غتبغي دير تنويم المغناطيسي مع راسك غدير نفس الحاجه وغتدخل لهاد البلاصه ديال الراحه بالضبط بحال هادي. تري تري بيان. وغيب شوية عليك، نحسب من خمسة لواحد وغادي تفيق داك الساعة باش انك ترجع للحالة الطبيعية ديالك. ومع الخمسة كدا كتحس بالجسم ديالك، ومع الربعة كتعود تركز على التنفس ديالك وتقدر تبدا تحرك يديك. مع الثلاثة لانها مع الجوج فوالا بدات تفيق، باش انها مع الواحد حل عينيك ورجع معنا للعالم الحقيقي، وانت يا مرتاح وعاجبك الحال وفرحان وواجد باش انك تدوز نهار ديالك عاجبك الحال. تخي تخي بيان سوبر. دونك لي جون، شكرا على الحضور ديالكم على هاد لا فيديو، نتمنى انكم تكونوا ارتحيتوا. سي اون بيتيت فيديو دو بيتيتر 5 à 10 مينوت باش اننا جوستمون نرتاحوا في هاد الوقيته. الوغ جيسبر انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو هكاك دوتر بيرسون ايزون بروفيت منها. نورمالمون تنقوش انا هاد الهضره، ولكن دابا في هاد الوقيته ديال كورونا جيمغي بيان نشوف واحد ليسبري ديال ان الناس مرتاحين. ما بغيتش نبقى نسمع الناس كلشي مستريسي كلشي معصب. Et du coup, voilà, on doit se calmer. On doit se calmer, et c'est ça le but de cette vidéo. Alors, je vous souhaite un jour de jour, et je vous souhaite un jour de jour.